بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي منسوب القطاعات العسكرية، أيها الأخوة الحضور، أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم وأهني حجاج بيت الله الحرام بيت الأضحى المبارك. سألنا الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال والطاعات، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إخواني وأبنائي، إنما تقدمونه من جهود مباركة وما تقومون به من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وتسهيل حركتهم وحماية أمنهم هو محل فخرنا واعتزازنا، وتجسيدا لما شرف الله به بلادنا وحباها من نعمة والحمد لله عليها، وهي خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق، ونواصل بحول الله توفير ما يحتاجونه من أمن وطمأنينة وراحة وسكينة، وهذا هو منهج هذه البلاد الذي لن تحيد عنه وستواصل السير عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. شكرا والسلام عليكم.